القطرية الدوحة لاعب الغرافة الجديد الإسباني خوسيلو. خوسيلو المتوج مع منتخب بلاده إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا 2024 كان في استقباله القائمون على نادي الغرافة والعديد من الجماهير التي التقطت معه صورا للذكرى، وينتظر من بطل أوروبا الانضمام للفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بطل أوروبا مع المنتخب وكذلك مع فريق ريال مدريد. I'm very happy to be here in Qatar in Al Gharafa. أنا سعيد جدا لتواجدي هنا في قطر في نادي الغرافة، متحمس أنا وعائلتي لاستكشاف هذه التجربة. لقد علمت وشاهدت تواجد الكثير من اللاعبين الإسبان الكبار في دور نجوم قطر مثل راول وكاثورلا، وقد قدموا أشياء جيدة. بالنسبة لقطر فهي مرتبطة كثيرا بالرياضة وبكرة القدم خصوصا، وبخصوص تجربتي هنا أنا متحمس للبداية وانطلاقتها مع النادي.